طبعا احنا كنا نعرف البصل بغاز، وهذا الغاز يخلي الواحد يبكي لما يريد يثرم البصل. فانت اذا ما تريد تبكي وما تدري تجرح ايدك العفو، حاول لما تقصها بالنص تخليها بمي على مود تمتص المي يمتص الغاز مالتها، وارجع اثرمها على مود لا يخليك تبكي. خلي البصل هنا أنا. بس هنا نخلي الطاوة تصير كلش حارة على مود لما ننزل اللحم تطلع هاي الصوت. بعد ما صارت حارة كلش نجيب اللحم مالتنا وننزله. سمعت لي هذا الصوت؟ هو هذا اللي اريده. خليه هيجي بدون ما نقلبه، وهو من بعده يموت. هسه مرحلة نضيف البصل. كلش مهمة، نخلي البصل واللحم ونخلي نضيف زعتر بري. تقليبة سريعة. شو تحبون بهارات ضيفوا، أنا أحب هاي البهارات، بهارات الشوي. وبعدين نجيب فلفل أسود. ليش البهارات تشوي الفلفل أسود؟ يطن طعم كلش راقي. نقلبها تقليبة سريعة. نخلي شوية ثوم مطحون وشوية ملح. عنده معجون ومي وشوية نخلي معجون الفلفل. بس نخليها بين ما يستوي اللحم والطماطم والبصل على راحته. كلش كافي. هسه نجيب الزبد مالتنا ونقص قصة كلش صغيرة، نقطع ونقص. شوية زبد. بعد ما يبوع الزبد نخلي الطحين مالتنا. بعد ما شويه يموع الزبد نسوي الصلصه مال اللازانيا. خلي الطحين شويه على مود الصلصه شويه، خليه كرمل ونضيف الحليب شويه شويه. هسه الخليط شويه شويه جاي يتفاعل عندنا ويسخن. خلي الصلصة مالتنا. هنا انا ما خليت للصلصة ملح لان الزبد شوية مالح. صفط اللازانيا. وهسه نخلي اللحم. صفطها بهالشكل. شوية صلصة. لازانيا. سهم الصلصة.
ما خليناها بالفرن خلينا نسوي سلطه مالتنا. شوي عصره ليمون، هاي الزلاطة مالتنا خلصت، نخليها على صفحتنا. وهذا طبقنا اللزانية خلاص، والزلاطة مالتنا خلصت. هسه بعد ما خلصنا خلنا نقطعها وياكم. شوية خليتها تبرد على مود لما تتقطع زين.